بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع حل الأسئلة العامة على الوحدة الخامسة، راجعة سريعة على الوحدة، صفحة 71، الأسئلة العامة. السؤال الأول يا شباب: ما أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة دوس؟ تعرفنا يا شباب في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقبيلة دوس ولم يدعو عليها، ففي البداية رفضت قبيلة دوس الدخول في الإسلام، ولكن النبي لم يدع عليها لرحمته وحلمه وصبره، بل دعا لقبيلة دوس وقال: اللهم اهدي دوس. إذن ما نتيجة هذا الدعاء؟ نتيجة هذا الدعاء يا شباب الإيمان به، آمنوا به دوس وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاءته دوس مسلمة. طبعا هنا تاء مربوطة، جاءت قبيلة دوس مسلمة يا شباب، أسلمت جميعها عن بكرة أبيها، يعني كلها شباب، كل قبيلة دوس أسلمت. السؤال الثاني: التعامل بالرفق لا يقتصر على البشر، بل يمتد إلى التعامل به مع الحيوان. يعني يا شباب الإنسان دائما لا يتعامل بالرفق واللين مع الإنسان فقط، حتى الحيوانات. أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعامل حتى مع الحيوانات برفق ولين. طيب أبين كيف يكون ذلك، كيف أتعامل مع الحيوانات برفق ولين. أول شيء يا شباب، أتعامل مع الحيوان بالرفق واللين عن طريق إيش؟ إطعام هذا الحيوان، عدم ضربه أو تعذيبه أو تكليفه فوق طاقته. السؤال الثالث: ما الإصابات التي لحقت بالرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ ما الإصابات يا شباب التي تعرض لها النبي في غزوة أحد؟ طبعا شجت رأسه وكسرت رباعيته. النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب في هذه الغزوة كما تعلمنا تعرض للأذى والعذاب، فحيث شجت رأسه الكريم وكسرت رباعيته. أكمل الفراغ الآتي: يختلف صبر الناس عند المصائب بحسب. أي إنسان يا شباب عند المصائب تجد من هو يصبر ويحتسب ويترك الأجر لله سبحانه وتعالى، وناس آخرون طبعا إيمانهم ضعيف للأسف، لا يصبرون على المصائب ولا يتحملون ويغضبون دائما ويعترضون على حكم الله أو إرادة الله. إذن صبر الناس عند المصائب يختلف بحسب ماذا؟ بحسب طبعا كما قلنا يا شباب قوة الإيمان، بحسب إيمانهم، إيمانهم بالله تعالى، بحسب إيمانهم بالله تعالى. نعدل يا شباب كلمة بالله في لام هنا أخرى، نضيف لام، حرف اللام هنا. السؤال اللي بعده: لما جرح وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، تولى علاجه أو تولى علاجه من يا شباب؟ من تولى علاج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ تولى علاجه ابنته فاطمة، ابنته فاطمة. ننتقل إلى صفحة 72. تعلمت في هذه الوحدة، طبعا هذه الوحدة شباب تعلمنا فيها أكثر من درس. إذن أول شيء أتعلم في هذه الوحدة أهمية الرفق، التحلي بالحلم، يجب علي أن أتحلى وأتصف بصفة الحلم والصبر كما كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، المقارنة بين الحلم والغضب، فالحلم صفة تخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحلم يا شباب أي الصبر صفة جميلة واتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها الأثر في استجابة الناس له. يعني أغلب الناس بدأ يدخلون الإسلام
وبسبب حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا شباب، الرفق صفة يحبها الله سبحانه وتعالى، والرفق متعلق في جميع شؤون الحياة، يعني متعلق بكل الأمور، ليس الرفق مع الإنسان فقط، حتى الحيوان، وفي جميع تعاملاتي اليومية أكون رفيقا في هذه التعاملات. بعد أن درست هذه الوحدة وتعلمت ما فيها من فوائد وأداب، سأقوم بما يلي. ماذا الأشياء التي تعلمتها في هذه الوحدة؟ ماذا أو كيف أطبق ما تعلمته؟ أول شيء، أطبق ما تعلمته عن طريق الحرص والتحلي بصفة الحلم. خلاص، أنا الحين يا شباب أبدأ أحرص على أن أكون صابرا وحليما، وأتصف بهذه الصفة الجميلة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتي، يعني في كل أمور حياتي، في تعاملاتي مع الناس والحيوانات ومع أي شيء. وبذلك يا شباب نكون قد انتهينا من حل الأسئلة العامة على دروس الوحدة الخامسة، ونلتقي بإذن الله تعالى مع الوحدة السادسة، ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.